ما بحبش أكرر كلمة مرتين يا أنسة ماهي، ومع ذلك علشان خاطرك هكرره تاني. أنا ماليش أي علاقة دلوقتي لا بفارس ولا بقضيته من ساعة ما هرب. يعني ما دورتش على ناجي عباس زي ما اتفقنا؟ ما دورتش ومش هدور تاني، ويا ريت أنت كمان تبقى آخر زيارة ليكي في مكتبي. تصدق أنا إحساسي عمره ما كدب عليا؟ أنا كان قلبي حاسس إنك معاهم من الأول. يا خسارة، أدائك أوفر، ياريت بتظبطيه شوية قدام الكاميرا. أنتوا لسه ما شفتوش أداء. قول لهم بقى إن أنا مش هسكت، ولو عايزين يسكتوني ما عندهمش غير طريقة واحدة بس، يقتلوني زي ما قتلوا عماد ودنيا، ولو هيحبسوني زي فارس عمري ما هعيشهم يوم واحد في أمان. برافو، كده بقى أدائك اتظبط. وحشنا يا بابا. جاي لك رزق كبير قوي 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 يعني. انت نصابه يا بنت، ده مفيش حد في القهوه دي ما يعرفش اني ورثت. ماليش دعوه انا بالقهوه وناسها، انا ليا بالقهوه اللي جوه الفنجان ده وبس. وبيقول ايه الفنجان بتاعك ده كمان؟ بيقول انك هتتمرمغ في العز مرمغه، وهتشوف نفسك وهتحبك وهتتجوز، ده انت هتخربها. الله، الفنجان بتاعك ده نصاب زيك بالظبط، سيبك منه وخلينا في الوضع احسن. الوضع على كلمته من بدري يا كمال باشا، ايامك الجايه كلها سعد وهنا. سمو النبي بلاش كلمه باشا دي، عشان انا لو حاولت عمري ابقى زي الناس دول مش هبقى. ليه يعني؟ ما تشبهش، ده البشوات اللي بيقولوا عن نفسهم بشوات وربنا ما يجوا حاجه في ضفرك. ده انت مبدعه في النصب كمان. خدي يا بنتي يا ورد، انت بنتي حلال، خدي. كل ده عشان يا باشا؟ وفي زيهم كمان، بس قولي لي انت ايه حكايتك؟ اسمي ورده يا باشا، الاصل يعني من منشيه ناصر، لكن لما طفشت من بيت اهلي بقى استاجرت لي اوضه صغيره كده في وسط تحفه عابدين. كملي، خدي وكملي. وبعدين؟ مفيش بقى يا باشا، ابويا اتجوز على امي، راحت امي متجوزه واحد غير ابويا، وجوز امي ده ما كنتش بشوف منه بقى غير ضرب واهانات وعض وشد شعر ومرمطه وسايبين المدرسه بالعافيه، كان مبهدلني. قمت اتفشت وسبت لهم البيت بقى، وبقالي بتاع سنتين كده بقلب عيشي في الشارع بس بشرف. شرف؟ هو النصب على الناس شرف. ومين ما بيقلبش عيشه كده النهارده يا كمال باشا؟ اقل انا صريحه معاك، ما بقولش على نفسي اللي مش فيا. والله عندك حق يا بنتي، وعشان كده خدي يا بنتي يا ورده، خدي. كل ده عشاني؟ فارس، متجمعين عند النبي ان شاء الله. تليفوناتكم بقى كده، عشان بعد ما انزل من هنا ما حدش فيكم يتهف في دماغه ويبلغ عن البوليس. انت عارف انت ارتكبت كام جريمه دلوقتي؟ عارف، اقتحام منشاه خاصه، حيز سلاح بدون ترخيص، اخذ رهائن تحت تهديد السلاح، ده غير ترويع الامن والسلم العام، ده غير السرقه بالاكراه، تليفونات. ايه رايك يا بابا؟ لسه فاكر القانون، انفع؟ واللي انت عملته ده شطاره يعني؟ ممكن تبقى خيابه. هو سؤال واحد، ما كانش ينفع اسالهولك في التليفون ولا في السجن، يخص الراجل اللي انت اديتني اسمه، ناجي عباس. انت كمان جاي تسالني على ناجي زفت ده؟ استغفر الله، اذكره محاسن موتاكم. وانا هرد عليك نفس الرد اللي رديته على الفنانه. ناجي عباس ده انا ما اعرفوش ولا قابلته ولا اعرف شكله حتى. انت طلبت مني خيط علشان تمشي وراه، وانا جبته لك، ويا ريتني ما فتحت على نفسي الفتحه المهببه دي. مش شايفها غريبه يا بابا ان الاسم اللي تديهولي يطلع لراجل مات قبل كده مرتين؟ لا يموت مره ولا مرتين، انا مال اهلي. انا كنت خلاص اشتريت دماغي من الموضوع ده، وقلت خلاص اقضيها في السجن ولا في مصحه، بس ما قدرتش، ما نفعش، قلبي ما طوعنيش. اللعبة من حلاوتها بقيت هتجنن، عايز اعرف مين اللي فصلها بالملي على مقاسي، مين اللي خطط وتكتك عشان يشيلها لي. دور على اللي شايلها لك بعيد عني. وليه ما تكونش انت اللي خططت لكل ده؟ وايه مصلحتي يا عبقرية؟ مش لازم تكون مصلحتك انت، ممكن تكون بتشتغل لحساب ناس تانية أهم وأكبر منك بكتير. تخيل لما المحامي بتاعك يبقى هو اللي ورطك، دي جديدة. ما شاء الله، جوز عصافير وبيكملوا كلام بعض. اللي عايز تقوله لي عنها وصلني وانا في السجن مع تلميذك النجيب الاستاذ معتز، سواء فيما يخص شغلها في شركه ايمن واصل او الصور اللي متصورها مع عمرو بيه جابر الضابط اللي قبض عليا. صور ايه يا فارس؟ ايوه بس انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده. الله،
بقول لسعادتك تلميذك النجيب الاستاذ معتز هو اللي جالي السجن وبلغني. بلغك بايه وصور ايه؟ يبقى تروح لمعتز تتكلم معاه، هو مش معايا انا. انا لا بتجسس على حد ولا بصور حد مع حد، انا طريقي واضح